هو أن نكون عدد أكبر من طبيعة الحال من المقاولين، ولكن هدفنا ليس فقط كمية فهي أيضا نوعية. نريد أن يتجه اليوم الطلبة الجزائريين والشباب أكثر نحو إنشاء شركات ناشئة، أكثر نحو الابتكار ونحو المقاولاتية. وبهذا الخصوص تم وضع ترسانة قانونية جد معتبرة لتشجيع على روح المقاولاتية، على قانون المقاول الذاتي، تحدث ايضا على العلامه الشركه الناشئه والتحفيز الضريبي من الشركات الناشئه. التمويل اليوم وسعنا ونوعنا من سبل التمويل لفائده الشركات الناشئه. هناك الصندوق الوطني للشركات الناشئه للمول عن طريق راس المال المنخفض، وهناك اليد الجديده التي تم وضعها على سبيل المثال التمويل التشاركي الى غيرها من الوسائل.